حماد يقول: دخلت على أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه، فقلت له: إني أدخل بلاد الشرك. كانوا يروحون إلى البلاد الأجنبية في ذاك الوقت، وإن من عندنا يقولون: إن مت هنالك حشرت معهم. إذا واحد راح إلى بلاد الشرك ومات هناك يحشر معه مع الكفار، صحيح هذا الكلام؟ فقال لي: يا حماد، حقيقة هذا مؤسف، جدا مؤسف. إذا كنت ثم، يعني في بلاد الكفر، تذكر أمرنا وتدعو إليه، هناك عندك حرية، تتمكن تقول ما تحب، تتمكن أن تعقد مجالس العزاء على الحسين صلوات الله عليه، لو ما تقدر. قلت: نعم، هنالك في بلاد الكفر توجد الحرية. قال: يا حماد، فإذا كنت في هذه المدن في بلاد بني أمية وبني العباس الذين كانوا يدعون الإسلام، تذكر أمرنا وتدعو إليه، تقدر تعقد المجالس أو ما تقدر؟ قلت: لا، ما أقدر، حقيقة في بلاد المسلمين واحد في زمان بني أمية وبني العباس لا يتمكن أن يعقد مجالس الحسين، وفي بلاد الكفر واحد يقدر يعقد هذه المجالس. هذا الألم واحد وين يودي؟ الكتاب في مدح أهل البيت يمنع في بلاد المسلمين ويجاز في بلاد الكفر. فقال لي: يا حماد، إنك إن مت ثم هناك في بلاد الشرك حشرت أمة وحدك وسعى نورك بين يديك. هذا يحشر وحده يوم القيامة ونوره يسعى بين يديه ويساق إلى الجنة.